فضيلة الدكتور جمعان بن أحمد الزهراني عضواً مناقشة الطالب ذكوري أبو حكيم عاجل جنسياً من قسم علوم الحديث بكلية الحديث الشريف في الرسالة المقدمة لنيل درجة العالمية العالية الدكتوراه وعنوانها طبقات الرواة ومراتبهم على الأئمة أمر بن دينار وابن جريج وسفيان بن عيينة دراسة وتحقيق. وقد استمرت مناقشة من الساعة 8:30 إلى الساعة 11:30، ثم خلت اللجنة بعد ذلك للمداولة وأوصت بقبول الرسالة ومنح درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى، وتوصيه اللجنة بتقوى الله عز وجل وترجو له التوفيق والسداد. الحمد لله رب العالمين. كلمت على النار. سيرة أستاذ كان تنبا كاميرا ولا